السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي في قناة عبد الواحد لايت، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم سوف نقوم بالإعلان عن الفائز الثالث في مسابقة دعم القنوات لتحقيق شرط 4000 ساعة مشاهدة إن شاء الله. رغم أن المشاهدات ضعيفة على الفيديوهات التي أقوم بنشرها، ولكن أنا مستمر في هذه المسابقة إلى نهاية رمضان إن شاء الله. بالنسبة للناس التي تريد المشاركة في هذه المسابقة، فالشروط سهلة أخي العزيز، عليك فقط الاشتراك في القناة والتعليق على آخر فيديو قمت بنشره في القناة والمشاركة الفيديو في مجموعة واحدة على الفيسبوك لا أقل ولا أكثر. ولا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، هذا يحفزنا على الاستمرار في هذه المسابقة. أترككم مع انترو القناة. لنبدأ على بركة الله إخواني، نتوجه إلى آخر فيديو قمت بنشره على القناة، ثم نقوم بنسخ الرابط الخاص به كوبي لينك أدريس، ثم نتوجه إلى موقع سحب الفائز عشوائيا، نقوم بلصق الرابط هنا، ثم نقوم بفلترة التعليقات المكررة ونقوم بسحب التعليقات من الفيديو، ثم نتوجه إلى خيار ستارج ونقوم بسحب فائز اليوم ستارج، ثم ننتظر حتى يظهر لنا الفائز. مبروك قناة طبخ شهيوات، نقوم بالدخول إلى القناة ثم نرى كم من فيديو لديها في القناة، فيديوهات. أعتذر قناة طبخ شهيوات، لا يمكنني اشتغال لك الساعات لأنها سوف يتم إزالتها، لديك 2 من الفيديوهات في القناة، لا يجب الاشتراك في هذه المسابقة وأنت ليست لديك فيديوهات طويلة في القناة. على كل حال نقوم بحذف هذه القناة ثم نقوم بسحب فائز جديد. نقوم بالدخول إلى قناة أحمد، نقوم بالدخول إلى الفيديوهات. مبروك عليك قناة أحمد، لديك فيديوهات كثيرة في القناة، سوف أشتغل لك اليوم في الليل إن شاء الله. مبروك عليك أخي أحمد، لديك فيديوهات طويلة على القناة، مدتها 5 دقائق 6 دقائق، لديك فيديوهات كثيرة على القناة، الآن يمكنني الاشتغال لك أخي العزيز. بالنسبة للناس التي لم يحالف الحظ فأنا أعتذر كثيرا، أريد أن أشتغل الكل، ولكن القنوات التي فيها فيديوهين أو 3 فيديوهات فلا يمكنني الاشتغال لكم إخواني. مثلا لو كانت لديكم في القناة 2 من الفيديوهات ولكن مدتها 3 ساعات أو 4 ساعات يمكنني الاشتغال لكم، ولكن أنتم لديكم في القناة 2 من الفيديوهات، واحد فيه دقيقة والثاني فيه 2 دقائق، لا يمكنني الاشتغال، إذا اشتغلت سوف يتم حذف الساعات. فأنا أخبركم بهذا الكلام يوميا، في كل فيديو أقول لكم يجب أن تكون لديكم ساعات طويلة في القناة، على الأقل يجب أن تكون لديكم 3 ساعات أو 4 ساعات حتى يمكنني الاشتغال لكم، إذا اشتغلت لكم بفيديوهات قصيرة سوف يتم حذف الساعات في الغد. لهذا إخواني أعتذر كثيرا لأنني لم أستطع الاشتغال لكم. قوموا بنشر فيديوهات طويلة على القناة ثم اشتركوا في القناة. على كل حال لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بنفس المحتوى، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.